استاذه اسماء تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟ نعمه وفاضل الحمد لله. اي نعم عند الله. بص حضرتك انا عندي كذا سؤال باختصار. انا والدتي عندها 62 سنه. هي حاليا تزوجت بعد والدي وانفصلت وتزوجت شخص تاني اخر. عايش معاها اللي هو حضرتك كل يومين تلاتة يرمي لها 50 جنيه، واسلوبه وحش، بس اللي هو ايه كل ما يكلمها يقول لها مفيش مفيش مفيش. تمام، ادي سؤال. تاني حاجة انا كنت طبعا انا مش معرفتش السؤال دلوقتي. انت عايزة تقولي لي هل اللي بيعمله ده صح ولا غلط؟ ولا انت عايزه تساليني هي اللي هو اسمعيني بقى، اسمعيني يا استاذه اسماء. ولا انت عايزه تساليني اصلا ان ماما وهي في السن ده ينفع تتجوز مره واتنين ولا لا؟ انت عايزه تساليني اني سؤال؟ هي حضرتك هو في سبب ان هي تزوجت لاسباب كتيره اخرى، ان هي بعد والدي ما فيش حد، ان هو طبعا ما ينفعش ان هي تعيش معاه. اخويا من بعد والدي توفى ما كانش بيصرف علينا ولا كان مسؤول عننا. كل واحده مننا تزوجت وشافت بيتها، وانا كنت صغيره كنت بشتغل انا وامي بجهز نفسي. طيب ده السؤال الاولاني، هل ينفع اللي هو بيعمله ده ولا لا؟ السؤال الثاني. تمام. السؤال الثاني ان انا تزوجت وحصل انفصال، ومن زوجي الاولاني جبت ولد، وحاليا دلوقتي متزوجه ومعايا من الشخص ده ولد وبنت تاني. حضرتك كل اخر شهر بيجي مثلا احنا لينا مصاريف في البيت، يجي يقول لي اصل انا ما فيش، اصل انا عليا وانا عليا وانا عليا. طيب انا كنت الاول بشتغل قبل ما يتجوزني، كنت بشتغل وكنت عايشه في بيتي وانا وامي ومشاركين الدنيا وكده. هو كل ما يلاقي دلوقتي حد بيدي لابني فلوس والفلوس دي معايا، يفضل يقول لي ما فيش، هاتي من معاكي، هاتي من كذا، هاتي من كذا. هل فلوس ابني اللي انا بصرفها في البيت دي واحنا كلنا بناكل من الاكل اللي احنا بنجيبه، هل دي كده غلط؟ هل هو ربنا هيحاسبني على الفلوس دي؟ طيب ده السؤال الثاني. السؤال في سؤال ثالث ولا كده خلاص؟ السؤال الثالث ان حضرتك عايزك تدعي لي وتدعي له ان هو ربنا يهديه ويصلح لنا حالنا. انا والله ربنا يشرح صدرك ويريح بالك ويجمع بينكم على الخير. انا بصلي وبقطع يا شيخ، بس هو زوجي والله العظيم بعامله بما يرضي الله، يعني حتى المعامله العشريه معامله ربنا، براي ربنا فيه وبراي ربنا في البيت، حتى ينفض مني ويكلمني كلام مش حلو، وكل يومين والتاني الاقوه يسبب الزين ويزعق لي. استغفر الله العظيم. انا عملت لك ايه لكل ده؟ يعني انا خدته من غير اي حاجه وقبلت على كده. طيب هجاوب على حضرتك يا استاذه اسماء. اول حاجه ان اولا ربنا سبحانه وتعالى يؤلف ما بينكم وييسر حالكم ويوسع رزقكم ويجعلكم ان شاء الله في الفه، ويرقق قلبه عليكي ويسعد بيته واولاده. هو دلوقتي عنده اتنين، البيت فيه اولاد، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويزيدوا حكمة ويزيدكم ألفة ويزيدكم محبة ويجعلكم أقرب ويجعلكم أكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الأيام أيام مباركات تكون فاتحة خير وتفتح عليكم كل أبواب السعادة يا رب العالمين. بالنسبة لوالدة حضرتك، لا ما ينفعش أنه يعمل معاها كده. جواز يعني جواز يعني يديها اللي يكفيها، ويبقى مصيبة أن هو يكون متجوزها حتى لو هي عندها 62 سنة متجوزها وهي تحتاج إلى مال وهو معه هذا المال ولا يكفيها، هذا مش صحيح. فلا يجوز شرعا ان زوج ام حضرتك ان هو يعمل كده، لا، عليه ان هو يعطيها ما يكفيها. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يبقى اساس انه ينفق عليها ما يكفيها خلاص. والله سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو سعه من سعته، اذا كان هو عنده سعه لا ما ينفعش، يبقى حرام عليه ان هو يضيق عليها. اي راجل او سمعني اي راجل سمعني اي حد عنده سعه وبيضايق على اولاده، هذا وقع في الاثم، لان ربنا امره ان هو ينفق من سعته مش يضايق على اولاده. الحاجه الثالثه هو السؤال اللي سالتيه عن زوجك، ان هو انت لو انفقت من الاموال اللي بتيجي لاولادك، انت قصدك لو حد ادى لاولادك، والدتك ادت لابنك، اي حد ادى لابنك، ان انت لو انفقت من ده يبقى حرام. بالعكس، ده انت كده ربنا يبارك لك وربنا يجعل ده في ميزان حسناتك، ان انت بتحافظي على البيت وقوام البيت. لكن انت بتقولي بقى هل دوت يعني يرضي ربنا ان هو يضغط عليا ويخليني الفلوس دي، الفلوس اللي هي جايه بقى، الفلوس اللي جايه للابن دي بتاعت الابن، كون الفلوس ديت حد اداها لك انت بس عشان ما يكسفكيش اداها لابنك، يبقى خلاص الفلوس بتاعتك دي انت لو انفقتيها هيجب عليك ان انت تنفقيها في البيت، ولا الفلوس دي بقت فلوسك؟ لا، الفلوس دي بقت فلوسك، فلو انفقتيها بالبيت انت صاحبة فضل،
بنت أصول، لازم تقدري ولازم يمتني إليكي ولازم يقولك جزاك الله خيرا إن أنت بتساعديني. ومساعدة الست للراجل في جوزها لا هي عيب، لكن هي في نفس الوقت هي مش واجب عليها. طب هي لما تعمل كده إيه اللي حاصل؟ يبقى هو يقدرها ويحترمها. إحنا في ظرف اجتماعي وفي ظرف اقتصادي الآن، يحتاج كل واحد يتضافر مع التاني، بس لازم نمتن لبعض، لازم نحترم بعض، لازم لما هي تنفق من مالها يجي حد يقول لها شكرا على انك انت عملتي ده، لان ده فضل منك، ما يحسسهاش ان ده حق مكتسب وان ده واجب عليها وهي مش متفضلة. لا، هي متفضلة، انت مفروض تنفق على البيت. طب واذا ما انفقتش على البيت وانت قادر تنفق عليه يبقى انت آثم، لان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. طب هي اذا ساعدتك يبقى هي متفضله. طب واذا عملت كده نعمل ايه؟ نمتن. المسائل كلها واضحه.